إبليس لعنه الله عبر العصور عنده مهارات عالية جدا، لا يستطيع أو لا يفهم مهارات إبليس إلا عالم عامل، لأن من، وسأضرب هذا المثال حتى يتضح، إنسان وضع مالا في بيته والأبواب مفتحة وليس هناك خزنة ولا شيء، ودخل الإنسان وسرق هذا المال، هل يقال أن هذا الإنسان ماهر في السرقة؟ لا يقال. فالإنسان الذي إيمانه خفيف أو على الكفر لا يستطيع أن يميز مهارات إبليس، لأنه بإشارة من إبليس بوسوسة ينصاع معه. لكن عندما إنسان يضع المال في خزنة ويقفل عليها ويخفيها ويقفل أبواب المنزل، ويأتي سارق ويفتح الأبواب ويصل إلى الخزنة ويفتحها ويأخذ هذه الأموال، إذن هذا يكون سارق ماهر. وكذلك إذا الإنسان كان عالما وكان عاملا منتبها لجهد الشيطان، ثم الشيطان ينسج له فخ ويوقعه فيه، فيرى كم إبليس يعني ماهر، يأتيه من طرق المصالح، كما يقول البعض يفتح لك باب 70، يفتح لك 70 باب من الخير حتى يوقعك في باب الشر. فلا يعلم مهارة إبليس إلا إنسان عالم مليء بالعلم وعامل، وأخذ الحيطة والحذر من الشيطان، ثم إذا الشيطان أوقعه في الفخ انتبه كم هو ماهر. فهذا العدو الماهر ليس للثناء عليه، لأنه شرير مغضوب عليه ملعون، لكن حتى الإنسان يتيقن أنه لن يستطيع أن ينجو من هذا العدو إلا بأن يعيده الله. خذ حذرك واحذر وانتبه، لكن أنت إنسان عمرك قصير، خبراتك قصيرة، إبليس مهاراته وخبراته عالية. ما الذي سينجيك من هذا العدو؟ الله سبحانه وتعالى، أن تستعين دائما به، وأن تستعيذ دائما بالله سبحانه وتعالى كما جاء وكما سيأتي.